يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا في أولى محطاتنا لهذا الصباح. طبعا تخرج فوج جديد من طلاب أكاديمية الدراما في مسرح القصبة يوم الثلاثاء الماضي، طبعا في حفل تخللوا عرض لمسرحية ترويد الشرسة. هذه المسرحية من تأليف الكاتب شكسبير، ويليام شكسبير عفوا. طبعا هذه المسرحية حضرها جمهور كبير، رح نتعرف اليوم على هذه المسرحية، رسالتها وأهدافها، وأيضا مسرح القصبة متى تأسس، ومعلومات عن هذا المسرح. نعم، إذا أكيد نرحب بضيفينا من داخل الاستوديو. نرحب بالمخرج المسرحي الأستاذ جورج إبراهيم والطالب سليم النبالي. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا، يسعد صباحكم. إذا مثل ما حكينا، سبع أفواج يعني من هذه الأكاديمية، هذا الصرح سبع سنوات. كنت ضيوفنا سابقا أستاذ جورج، ويمكن قدمتوا مسرحيات كنا سعداء وفخورين يعني بأنه هي عم تتقدم بطاقات فلسطينية وبكوادر فلسطينية وعلى مسرح فلسطيني. خلينا بداية إذا بتحبوا ننطلق من هذه المسرحية الأخيرة ترويد الشرسة، ومن ثم نحكي طبعا عن إنجازات الأكاديمية. تفضل. إذا يعني يا ريت تخبرونا كيف فكرة هذه المسرحية ترويد الشرسة اللي تم عرضها في التخرير. هي تعتبر من المسرحيات الكوميدية اللي كتبها شكسبير. في كل سنة في ألمانيا بيعملوا مهرجان لشكسبير، والمهرجان هذا بتشترك فيه عدة دول، وإحنا إحدى الدول هاي اللي بتشترك. بنقوا مسرحية واحدة، وكل الدول بيعملوا نفس المسرحية، كل واحدة بلغتها، وبنيجي بنجتمع في ألمانيا وبنقدمهم واحدة ورا الثانية ورا بعض. وفي آخر يومين بيجي مخرج تاني بيجمع كل الفرق هاي مع بعض وبيقدموا مسرحية واحدة بعدة لغات. يعني بتطلع بكل بلد بلغتها. طب كيف الطلاب يعني بيفهموا على بعض أو بيتواصلوا مع بعض؟ هم عاملين نفس المسرحية، ولما قدموها يعني انت بتحكي الجملة هاي بالعربي وهذاك بحكيها بالصيني وهذاك بحكيها بالألماني، بس هي نفس الجملة نفس الشخصية. مثلا مرة احنا سوينا مسرحية روميو وجولييت، على المسرح كان حوالي 7 روميو و7 جولييت، شايفة؟ وكل واحد بلغته. في يعني كان مشهد عظيم لما تيجي تلاقي 54 ممثل ممثلة على المسرح بقدموا نفس المسرحية، كل واحد بلغته والكل قاعد فاهم على بعض، ومشهد كتير كتير جميل. وهي المسرحية نفس الشيء لما روحنا فيها على ألمانيا ترويد الشرسة، احنا عرضناها بالعربي، عرضوها بالألماني، عرضوها بالإنجليزي بجنوب أفريقيا، عرضوها بالفنلندي، وبعدين أجا المخرج وجمع الأربعة هذول مع بعض في عرض واحد، واختار مثلا الافضل منهم الافضل منهم الافضل منهم وقدموا للناس. وطبعا الناس عارفين المسرحيه يعني ما بملوش ومش بحاجه لترجمه يعني. جميل. سليم النبالي، يعني 3 سنوات من دراسه الدراما والمسرح في اكاديميه الدراما في مسرح القصبه، يعني وانت خريج جديد، يعني تخرجت قبل يومين، احكي لنا عن تجربتك في هذا المجال، كيف استفدت، شو اعطاك على الصعيد الشخصي هذا المسرح؟ تمام. أنا من أول ما دخلت المسرح كنت ماخذ فكرة ثانية عن المسرح، بس إنه اللي هو الظهور على خشبة المسرح من دون ما أدي، بس أمسك نص وأطلع. لكن بس بعد ما تعمقت في المسرح يعني ولسه ما عنديش هالخبرة الكافية، لسه أنا بتعلم حتى لو تخرجت، اكتشفت إنه لا، المسرح فيه أشياء يعني أفعال، ولازم تكون لك شخصية جديدة. فأنا كسليم كونتني شخصية جديدة بعيدا عن حياتي الخاصة. فمن يعني كيف احكي لك، لازم انا افصل اذا مثلا كنت زعلان او اشي، لازم افصل العاطفة عن الاداء في المسرح. بس مرات اذا ما بفصلش بستغله لاشي ايجابي في المشهد، فكان اشي يعني جميل وممتع المسرح، وكثير يعني اعطاني شخصية وحبيت كثير يعني. جميل. يعني سليم اول ما اجى انا بدي اقول لك شغله، كان مفكر المسرح هو تيجي توقف على المسرح وتحكي نكته ستاند اب كوميدي. بعدين اجى اكتشف انه هذا علم، ولازم يتعلم ولازم يقرا ولازم يتعلم حركه ويتعلم صوت ويتعلم كيف النطق ويتعلم رياضه، كل شيء هذا ما كانش يعرفه. فشوي شوي شوي وغلبنا قبل ما وصل للمرحله هذه اللي كان فيها بالنهايه. الله يسعدك. المسرح وهو كمان تحت الهواء بيقول لك يعني انه انا بطلع على المسرح بس انه اقعد قدام كاميرا وهيك بلا بتوتر. فانا بقول له يعني بقول له بالعكس، يعني انك تطلع قدام مسرح هو مسؤوليه اكبر يعني كبيره، يعني لا تقل اهميه عن
يعني انه تطلع على الكاميرا او قدام الناس برضو، يمكن حتى فيها الاحساس انك بتستشعر من الجمهور وجودهم كمان اكبر اكبر وله رهبه اكبر، لانه حتى التفاعل مباشر، وهذا استاذ جورج دائما اللي بخلي الناس متمسكين بالمسرح. حتى الممثلين اللي بيروحوا على التلفزيون وبيعملوا مسلسلات وافلام بيرجعوا بيقولوا انه اعظم تجربه هي تجربه المسرح، التفاعل المباشر مع الجمهور، الاداء اللي ما بده مباشر. مونتاج ما بده اديت، اللقاء الحي المباشر. وهذه عظمه المسرح. وبعدين في شيء مهم ثاني في المسرح، انه المسرح هو ابن اللحظه، بمعنى انك تقدريش تعيد اللحظه. صحيح. يعني بالتلفزيون انا بتصوري وبتشوفيه بكره وبعده وبعد 100 سنه نفس الشيء. في المسرح لا يمكن هاي اللحظه تنعاد. في ممثلين كتير مثلا بيبقوا قاعدين بيمثلوا فجاه بتطلع معهم شغل الناس تضحك عليها، ثاني يوم بحاول يسويها نفس الشيء ما فيش حدا بيضحك عليها، بفكر انه هو غلط. لا هو ما غلطش، بس هذه اللحظه كان في جمهور استوعب هاي الكلمه بشكل مختلف او هذا الموقف بشكل مختلف فضحك، فمش بالضروره كل يوم نفس الجمهور ونفس. فهو المسرح ابن اللحظه، اللحظه الحيه المباشره. أستاذ جورج، يعني مسرحية ترويض الشرسة زي ما حكينا هي من تأليف الكاتب ويليام شكسبير، خلينا نحكي عن رسالة هذه المسرحية. شوفي المسرحية هاي مسرحية إشكالية في العالم كله. هاي المسرحية كتبها شكسبير ككوميديا وقصد من وراء الضحك الإضحاك. وبعدين اليوم إذا نتطلع عليها بالشكل بمفهوم عصري بنلاقي إنه هاي المسرحية ضد حرية المرأة وضد المرأة بشكل عام. فمعظم الناس اللي بيشتغلوا هاي المسرحية بالعالم بحطوا براسهم هذا الموضوع، بحاولوا يعالجوه، لأنه في النهاية شكسبير بيروض هاي الشرسة اللي هي المرأة وبتصير خادمة مطيعة لزوجها. شايفة اليوم إحنا ما فيش عنا هيك. فمثلا الألمان شركائنا في جامعة فولكونغ لما قالوا لهم بدنا نسوي هاي المسرحية رفضوا، لأنه قالوا لهم هاي المسرحية ضد كل مبادئنا في الحياة فرفضوا. فلما ما قدروش يرفضوا لأنه خلاص في المهرجان شكسبير قرر أنه هاي المسرحية اللي راح تنعرض، فلقوا طريقة أنه النقاش اللي كان يتم بيناتهم وهم يعملوا البروفات ينقلوه على المسرح مع المسرحية. فكانت مسرحية زي ما تقولي تجريبية، وكل واحد من الطلاب كان يعطي رأيه ضد هاي المسرحية. احنا لما اخذنا هاي المسرحية ما عملناش هيك، احنا خلينا رفضنا لمقولة شكسبير وترويج شكسبير، رفضنا له بالتمثيل. جميل. التمثيل، اسلوب التمثيل عند المرأة لما كانت تحكي المونولوج الاخير كان رافض، انه رافض لفكرة الترويض ورافض لفكرة انه المرأة لازم تكون خادم ومطيع لزوجها. نعم. سليم، ايش يعني خبرنا شوي عن دورك، عن تجربتك، التجربة هذه كيف كانت بالنسبة لك، يعني خاصة مع انتهاء خلينا نقول هاي المرحلة الأكاديمية، الدراسة يعني في الأكاديمية. بصراحة وأنا بتفرج بتحكوا يعني تفرجت على صور في ألمانيا، ذكرتني كثير في كثير أشياء. طبعا بالنسبة لي سفرة ألمانيا كثير فادتني على المهنية والشخصية وكل شيء. بتطلع على الصور لما عملنا في شاركنا في مهرجان ويليام شكسبير وعملنا الخلط بين 4 دول في نفس المسرحية. أي نعم إنه كانت اللغات مختلفة لكن قدرنا نتواصل مع بعض، ممكن من الجسد من الإحساس، وكثير كان الاشي ممتع. يعني انا لما شفت الصور يعني كثير تذكرت ذكريات، كان الاشي ممتع جدا. انا بدي اقول كمان يعني بدي اعطيه كومبلمنت، سليم كان مميز بين كل الفرق الاربعه اللي اشتغلوا هنا، كان دوره مميز. برضه سليم بنفس المسرحيه هاي ضل دورك نفسه، يعني اختاروك انت في هذا الدور، كان جوكر نادان الجوكر. بس في البدايه في اشي في المسرح واجهته، كنت أعاني كثير من حفظ النص، وكان كل دور يعطيني إياه في نص طويل أرفضه ما أرضاش،
لكن بس بعد ما اكتشفت انه لا يعني النص بيجي مع اذا بتحب الاشي بتقدر تسويه. بتفهم هاي الشخصية خلينا نحكي. لانه انت ممكن بالبداية سليم زي ما حكيت لي تحت الهواء انه انت اصلا كنت رافض هاي الشخصية وما كنت حاببها. كنت بدك شخصية تانية. ولكن لما حبيت هاي الشخصية ابدعت فيها والكل حبك في هاي الشخصية. خلينا نحكي عن تفاصيل هاي الشخصية. بالزبط. شو هي هاي الشخصية للناس اللي ما بتعرف او ما حضرت المسرحية. انا اول اشي كنت رافض شخصية جروميو اللي هي اللي هو زي كيف حكي لك الحارس الشخصي او التابع. التابع هو او الخدام. صحيح. هذاك الوقت كان يقولوا عنهم خدم. ايوه. عشان هيك شكله كان رافض الدور. لا انا مش قصة انا كنت رافضه لانه ما فيش له نص وانا كانت مشكلتي انه ليش فيش له نص فانا بدي اظهر وبدي اعطي مش عارف شو بس شو اكتشفت انه لا الشخصية فيها برضه مش شرط طول الوقت على المسرح تحكي ممكن جسمك لحاله يحكي من دون ما. صحيح. يعني يكون في نص وبالعكس اي شيء اي دور بجيني بقبل فيه وبكون له انا شخصيه وبطلع فيه ان شاء الله يعني. هي على فكره مشكله كل الممثلين العرب بفكروا انه لازم يكون اول حدا بالمسرح بفكروا انه النص هو كبر الدور هو اللي بيعمل الشخصيه والدور. عاد بالعكس في عندنا شواهد كثير في فلسطين حتى يعني انه في ممثلين كانوا يطلعوا على المسرح ما يقولوش ولا كلمه ويسرقوا المسرحيه يسرقوا الجمهور. هيك اللي عمله سليم يعني صح كان دوره كتير صغير بس كان المقاطع اللي بيطلع فيها سليم الكل يضحك يعني. حاسك حضرت المسرحيه. حضرت المسرحيه عشان هيك قولي لنا من الجمهور حركه الجسد على المسرح كمان نص. صحيح. مش بس الكلام هو صحيح طبعا لغه الجسد هذه. طب احكي لنا استاذ جورج يعني عن برنامج التبادل الثقافي ايضا بين اكاديميه الدراما وجامعه المانيه وقديش هاي التجربه بتضيف للطلبه وبتفتح لهم افاق جديده يعني يشوفوا قد ايه هذا علم وهذا له اساس على المستوى العالمي وهو لغه مشتركه بين الشعوب. هو المسرح لغه مشتركه مزبوط بين كل الشعوب يعني لانه في له قوانين بتربط الكل مع بعض. احنا شراكتنا كانت مع جامعه فولكوان في المانيا من البدايات صار لنا 10 سنين يعني. كان يجي عنا اساتذه من المانيا يعطوا ورشات عمل هون للطلاب والطلاب كانوا يروحوا على المانيا يقعدوا مرات اسبوعين ثلاثه في المانيا يشتغلوا مع الطلاب الالمان يمثلوا هناك. اللقاء الحميم بيناتهم كان ينتج معرفه اكثر والتعرف على الثقافات بيناتهم كانت تنتج معرفه اكثر. الاساتذه اللي كانوا يجوا عنا هون كانوا يكتشفوا الثقافة الفلسطينية ويحاولوا يشوفوا شو الفروقات الحياتية بينها وبين الثقافة الألمانية ويحاولوا يدخلوا مفهومهم عن الفن المسرحي للثقافة تبعتنا. وإحنا نفس الشيء كنا لما نروح هناك يعني أنا بذكر إنه يعني كنت أروح هناك أعمل مرات كتير محاضرات للطلاب الألمان وعملهم ورشات عمل للطلاب الألمان يكتشفوا انه في ثقافه مختلفه عنهم فكانوا كثير ينبسطوا كثير يعني يشوفوا انه هم كطلاب جداد لازم ينفتحوا اكثر على العالم عشان يعرفوا المسرح على حقيقته. فهذه التبادل الثقافي هو شيء منتج وخصوصا لما كنا نشترك احنا وعده دول مع بعض يعني في سنه من السنوات اشتركنا احنا وكمان 7 دول في مسرحية واحدة برضو كانت لشكسبير اللي هي حلم ليلة الصيف. 7 دول تصور يشتغلوا نفس المسرحية لنفس الكاتب وكل مسرحية فريق مختلف وتجتمعوا في النهاية مع بعض 7 ثقافات كل واحد بقدمها بطريقته بأسلوبه بمفهومه. تصوري قديش قديش جميل قديش مفيد يعني وغني. سليم. بس بدي أكد شغلة شو اسمه المسرح في شيء فادني فيه اللي هو صرت اطلع على كل الامور ببساطه يعني كيف احكي لك مثلا اذا لا سمح الله مثلا صارت في حاله وفاه او شيء مزنوق انا فيه بعتبر انه هذا مشهد تمثيلي وممكن يمرق جد يعني صرت انظر لكل الامور بانها مشهد تمثيلي ولازم خلص ابدي كل جهدي اني ابدا مسرحيه الحياه هاي الحياه مسرح يعني. سليم خلينا نحكي عن ثقافه الناس والمجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بدراسه المسرح يعني شو نظره الناس لهذا الموضوع واهلك بالتحديد هل شجعوك لانك تدخل هذا الاكاديميه وانك تدرس هذا المجال؟
في البداية أنا ما كنتش بالمرة حاطط في راسي إنه أدرس تمثيل، كنت بدي أروح أكاديمية عسكرية ولا في راسي التمثيل كله، بس من تشجيع أصحابي يعني لي وأخوي. يعني كنت تمثل قبل أو كان عندك ميول؟ بس ما كنتش أحب إنه أمثل. يعني كنت يعني أمثل بس كان عامل جوكر يعني تمثل عمي حواليك يعني. أيوة. بس لا والله، فدخلت المسرح وأول يوم رفضت يعني طلعت ما حبيتش. بعدين لا لما حكيت لا يعني بدي الاشي الصعب بدي اروح اواجهه، وكثير انخرطت في هذا الاشي. بس انا حسب ما بشوف عندنا للاسف بجوز يعني على ما اعتقد انه نظرة المجتمع لنا يعني للمسرح بتختلف يعني شوي عن في دول الغرب، فلا بتمنى انها تتغير هاي الفكره، وان شاء الله لقدام يعني انه بصير للمسرح مجال واسع. نعم جميل. قديش يعني فعلا انه الانسان لازم يجرب حتى الاشياء اللي مش مقتنع فيها، حتى الاشياء اللي مختلفه مع تفكيره مع ميوله، لانه احنا هيك بنتعلم وهيك بنكتشف ذاتنا. يعني اذا احنا بنضلنا نحكي مع حالنا او بنحكي مع الاشخاص اللي بيشبهونا، واحنا هيك بنعمل كمان في مجتمعاتنا العربيه، بنحب اللي بيشبهنا، بنحبش التغيير، بنحبش نغير، بنرفض اصلا الاختلاف، يعني بنرفض اي فكره جديده او غريبه عنا، بنحس كانه احنا بدنا نتقوقع على انفسنا ونصير في حاله دفاع. يعني قد ايه زي سليم كان في الاكاديميه، يعني ناس حتى مش بس مساله المسرح، دخول المسرح، يمكن افكار غريبه في مسرحيات، خاصه انه هاي كمان جزء كبير منها هي ادب عالمي. يعني شوفي، هو يعني جزء كبير من الطلاب اللي اجونا كانوا يجونا بدون ما أهلهم يكونوا موافقين، وإحنا ما كناش نعرف هذا الحكي. كنا نكتشف بعد أول سنة إنه هو مش قايل لأهله، فبعدين نتدخل إحنا ونحكي مع أهله ونحاول نصلح الأمور. يعني لأنه زي ما قلتي المجتمع برفض برفض الفن، إنه إشي هامشي يعني. يعني برفض زي ما قلت في جملة أساسية قلتي، برفض الاختلاف. برفض الاختلاف، جرأ إنك تكون مختلف عني. لما تكون مختلف عني غرد خارج السر. أيوة بالضبط. وإحنا بالعكس لازم نأكد على هذه الحقيقة، لأنه لازم يكون في اختلاف بيناتنا. إذا فيش اختلاف فيش تطور. صحيح. لأنه أنت تربيتي ببيت وأنا تربيتي ببيت، أنت تربيتي ببلد وأنا ببلد، ثقافات مختلفة. فمش ممكن عقلي يجي على عقلي. صحيح. وهذا المسرح بناقشه دائما هاي الأدلة. وهو مش ضروري احنا كمان نصير زي بعض، احنا الفكرة انه نحترم هاي الاختلافات، نفكر فيها، نقبل انه هذا الشخص مختلف عني. صح. بس احنا كلنا يعني بجمعنا اشياء كتير، يعني الاحترام والود صحيح، وحتى يعني الشيء المهني. صحيح. استاذ جورج، كنا حابين نحكي عن اكاديمية دراما في مسرح القصبة. يعني خرجتوا 7 افواج، هذا الفوج كان 7 طلاب صحيح. أيوة. خلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتوها خلال هاي 10 سنوات. خلينا نحكي، شوفي الصعوبات كتيرة كانت. أهمها إنه ما كانش في أكاديميات زي هاي في فلسطين، ما كانش في أكاديميات تعلم تمثيل أكاديمي وتعطي بي إيه في النهاية بعد 3 سنين. إحنا الأوائل في هذا، وكان في إلنا شركة زي ما عرفتوا الألمان ساعدونا كتير، وفي عنا منهاج كنا نقدمه، والمنهاج كان في الممثل لازم يتعلم حرف كتيرة، لازم يتعلم حركة مسرحية، لازم يتعلم صوت نطق، لازم يقرأ، لازم يتعلم التمثيل بعدة أساليب، لازم يعرف جسده كله. هذا يوم 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 بيشتغلوا، يتعلم قتال مسرحي، أكروبات، يعني في شغلات كتيرة اللي الممثل اللي مش داخل في هذا المعترك بيعرفهاش. فلقينا في يعني صعوبات كتير في إننا نلاقي أساتذة لهاي المواضيع، لكن حلنا بطريقة تانية. كنا نبعث ناس على ألمانيا يتدربوا ويتعلموا، ياخذوا ورشات 6-7 أشهر ويرجعوا عنا، فتغلبنا عليها هذه. عندنا كان مشكلة أساسية اللي هي التمويل المادة، بتعرف العلم ما هو مش منتج، ما بيجيبش مصاري يعني. يعني الطلاب كانوا يدفعوا عنا $600 بالسنة، يعني 1800 شيكل تقريبا بالسنة، ونصهم ما كانوش يدفعوا.
لحد هلا هذا مش دافع سليم هلا المهم سيدك تخرج وتشتغل وتسد اللي عليك القصد القصد وين انه العلم بده فلوس عشان الاساتذه بدهم معاشات المصاريف كله ما كنش لاقيك كله يعني لقينا مؤسسات المانيه اللي دعمتنا للأسف مؤسسات فلسطينية ما قدرناش نلاقي اللي تدعمنا دعمتنا مؤسسة واحدة لمدة سنة ونص أو سنتين اللي هي مؤسسة التعاون الفلسطينية جابت لنا فند عن طريق الصندوق العربي للإنماء والماء المجتمعي وبس الألمان بعد 10 سنين قالوا لنا إحنا في عنا قرار في ألمانيا أنه ما نقدرش نعطيكم الميزانية كاملة لازم على القليل يكون شريك فلسطيني معكم اللي يدفع الثلث وإحنا بندفع لكم الثلثين حاولنا نلاقي شريك فلسطيني يدفع الثلث للأسف ما لقيناش فالألمان بقولوا قالوا لي إياها بشكل شخصي كمان إذا أنتم مش قادرين تدفعوا ثلث التعليم معناته أنتم مش بحاجة لهذا المساق تعلموا مش بحاجة لهذه المهنة إذا أنتم مش ملاقيين ناس تدعمكم ليش إحنا ندفع لكم دفعنا لكم 10 سنين لحد هلا مش قادرين فكانت النتيجة انه هذا للأسف كان آخر فوج خرجنا اللي هو الفوج السابع خرجنا 57 طالب وطالبة من الأكاديمية ووقف لأنه ما فيش مصاري وقف يعني هذا المشروع يعني للأسف انه يعني مؤسف جدا يعني بعد ما نشوف هاي التجارب ونشوف طلاب الأكاديمية كيف كانوا مبدعين وكيف يعني الخريجين السابقين كمان قديش مؤسف انه ما حد ما يلاقيش تمويل لهذا المشروع خصوصا انه هو يعني الفكر الفلسطيني او العربي بشكل عام اللي هو بدعمش الفنون بشكل عام يعني مع انه الفلسطينيين متطورين اكثر عن العرب بهذا المجال لكن للاسف الفلسطينيه كحكومة وكمؤسسات رسمية برضو هي مؤسسات بتدور على دعم عشان تضل عايشة يعني شايفة فعندهم هم كمان مشكلة في الأساس يعني المشكلة مشتركة احنا كفلسطينية في عنا اشي اساسي اللي تعودنا عليه تعودنا انه احنا فيش عنا دولة لسه بنحارب عشان يصير عنا دولة فيش عنا تمويل ذاتي يعني فيش عنا تمويل ذاتي فيش عنا مصانع فيش عنا كذا فيش 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 فبالتالي لما يجوا فلوس للدولة بصير للأولويات اللي أكثر للأسف يعني هذا هو الواقع يعني المؤلم خلينا شو نقول بس لازم نغيره بالضبط يعني أنا بقول إنه يعني هذه فرصة كمان إنه يمكن نستثمر الكوادر اللي تخرجت ونشوف بلكي إذا بنقدر نعمل إشي جديد دائما الحياة قدام والآفاق ممكن تكون يعني مفتوحة. الإشي المنيح اللي بدي أقول لك إياه إنه 57 طالب اللي تخرجوا من عنا 90% منهم بيشتغلوا في المسارح وفي جزء كبير منهم راح على أوروبا بتعلم بكمل في عندي طالب اسمه فارس صالح اليوم في ألمانيا عم بيعمل ماستر وواصل لمراحل متطورة جدا جدا الألمان مبهورين فيه يعني وهو من خريجين الأكاديمية عشان هيك احنا عندنا هاي الطاقات وعندنا هاي الكفاءات يعني طبعا والمسرح بحاجة لممثلين واعيين متسلحين بالعلم والثقافة والمعرفة والخبرة سليم يعني قبل ما نختم كنت حابة أسألك بعد ما تخرجت شو طموحك هلا لقدام شو مخططاتك والله طموحها يعني كبير يعني بدي بس الناس تتقبل فكرة المسرح بأكد على حكي أستاذ جورج نظرة المجتمع تختلف عن المسرح أنا مش لك السجيز ولا إشي بس إذا بدي أروح أتجوز بنتي يا عمي يجي يشوف لك شهادة ممثل يحكي لا يقعد يمثل عليها بكرة ولا كان شو دي يشتغل أو صحيح هاي يعني هذا الصحيح اللي بتحكي النظرة يعني للأسف هيك بالشعب يعني بعرفوش كنت الممثل ولا لا لا هلا سليم بيشتغل في مسرح القصبة وممثل في عندنا مسرحية من إنتاج مسرح القصبة جديدة مش بس هو وكل المشتركين فيها من خريجين الأكاديمية جميل فتصوري قديش الأكاديمية خدمت المسرح الفلسطيني بشكل عام يعني نعم أكيد بتمنى لك كل التوفيق يا سليم وإن شاء الله بنشوف هيك أعمالك دائما يعني في فلسطين وفي كل مكان يعطيكم ألف عافية. لا يعني بس بدي أقول يعني للعلم إنه اللي أعد مسرحية ترويد الشرسة وأخرجها الممثل الفنان إميل سابا. أكيد كل التحية. طبعا. شكرا
شكرا لكم. اذا مشاهدينا يعني بهاي طبعا نختم فقرتنا، خلينا ننتقل الى فاصل قصير ونكمل معاكم نهارنا.